اسلم. اول شيء الله يحييكم، مرحبا والله ومسهلا بالضيوف الغالين اللي نحبهم جدا، والمعذره على اني جيت متاخر، لكن والله يا ذا الليل اني اتحراها. يا رب يطول عمرك، ومرحبا والله ومسهلا، شرفونا ونوروا المحل وزادونا شرف وزادوا فينا ضلع وشوفهم ومعنويه. فمشاركه ما عندي مشاركه، لكن مخلد. اشوف الربع قبل شوي يوصون الربع سلمت، وانا اقول لهم ترى احنا وياهم واحد ويد واحده، وباذن الله ان شاء الله نحن نطلع منه يد واحده، ولا شك ان اللي في صدورهم واصل. يا سلام. وكلامهم لا صح انهم موجهين صوبنا، لا يعتبروه انهم وصلوا صوبنا. الله يبيض وجهك. والله العظيم يمكن انهم موجهين صوبنا. ف يبشرون بالخير. احنا يمكن بدا منا قصور، لكن عقب شوكم ذا الليل يبشرون بالخير. لا بالله وافي ولا حول قصور، جعل عمرك طويل. ومن يسمع الله يطول لي اعماقك. يا مرحبا. حنا والله الوقت هنا دهمنا، ولا ودنا والله ان الليله هي تخلص، لكن الشباب يقول الوقت دهمنا، ونبي نختم ان شاء الله بشله. لكن قبل لا نسمع الشله بسمع من كلمه اخيره من ضيوفي اللي والله العظيم منهم شرفوني على الصعيد الشخصي الليله، وعنوتهم والله العظيم انها غاليه. ابو راجح اسلم. تباني. الصوت يا شباب. أقول الله يبيض وجهك يا أبو حمود، أنت من يسمع صراحة أنك أكرمتنا باللقاء هذا، ومع الربع اللي نفتخر فيهم يشهد الله، ما هم والله القبائل هم خاصة، احنا نفتخر فيهم لأن الطيب قبيلة واحدة، وهم طال عمرك أهل الإبداع وهم اللي يتحفونا، وحنا اليوم والله أننا محتفين فيهم بشكل عالي، لكن عسى ربي يوفقهم، وحنا من جماهيرهم. احنا ننتظر ان شاء الله البرنامج ينتهي وحنا من جماهيرهم كلهم. يا سلام. اي والله عسى ربي يوفقهم كلهم. اللهم ونشكر اداره البرنامج، واعذرونا اذا حصل منا قصور. وافي. وان شاء الله ان خفيف ظل عليكم وعلى المستمعين والمشاهدين. وافي يا ابو راجح. اصيل اسلم. حبيب قلبي. والله انا متشرف فيهم جميع وانعم فيهم، واتمنى لهم التوفيق جميعا في الاعلام، سواء داخل قناة الواقع والكيان العظيم أو خارجها. أوجه شكر من هذا المنبر للشيخ إبراهيم الحسين ومدير التنفيذي صالح الحسين، وش اسمها مشرف عام البرامج الأستاذ سامي الجعوني، أوجه لهم تحية من هذا المنبر، وأقول أنا في خدمة هذا الكيان في أي وقت تحتاجني فيه. فهذا الباب وهذا الموقع وهذا الكيان العظيم له جميل كبير على أصيل الشهراني، ولا بد في اليوم الأيام أن يرجع. السلام. شاكر لك أخوي فهد على تواجدي في هذه الفقرة الجميلة مع النجوم. الله يبيض وجهك، والشكر لك أنت على حضورك وعنوتك معنا. عيفان العيفان. أول شيء مرحبا والله ومسهلا، والله أني أعيدها تكرار ومرار. عنوتك من الكويت وجيتك، مع أني كلمته وقال والله أن عندي ظروف وعندي، لكن اللي مثلك وشرواك ما نقدر رد دعوته. فحنا شاكرين لك على العنوه. والله بالله الرحيم عندي ارتباطات قويه بعد، واني واصل للعصر وطيارتي 7 صباح، لكن من غلاك تقدير كثير، لكن اللي مثلك وشرواك يستاهل. يقولون لك المدح الوجه مذم لا مهم مذم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من راى من امر اخيه شيء وعجبه فليبادره، وحنا نبادرك ونبادر اخواننا ذولا كلهم، نبين لك محبتنا لك وانك غالي، وانت ما انت في حاجه مدح احد. انت اعلامي واصل نجوميتك وابداعك فارض عمره، واخواني ذولا كلهم مبدعين، وانا متشرف والله بتواجدي معهم، لا شعار ولا منشد ولا متسابقين ولا مقدم. وجعل ربي يوفقكم، جمهوركم برا ينشد منكم ويتحراكم وينطركم بكل شوق، والله يوفقكم جميعا. مرحبا والله ومسهلا، احنا اللي متشرفين. ابو ملهي. ما بقى ولا خلوا العيال، وخير الكلام ما قل ودل. سعد قال كلام عقلاني وذكي جدا فيه. المايك والإعلام والشاشة لابد أن يتطلب كذا العقلانية، لكن والعيال ما قصروا بعد. اللي يوجه رسالة مثلا الولد عمه ولا يقول ودك الرجال تطلع فيه نسبة عنصرية ما تعدي له حدود ولا تضوي له في شيله، وبني عمي اللي هنا يبشرون بالسعادهم يرقون سنود بالشيء إن شاء الله اللي
اللي يجملهم وهم مطلقين وجهنا في كل عين طيب سواء قدام الشاشه ولا خلف الشاشه وانت كفوهم يستاهلون ومن يقول وسلامتك وانت سالم يا ابو ملاحي صح لسانك طيب حنا وصلنا الختام شكرا لكم على متابعتكم شكرا على لبيك بجيك ابى اختم بالوقف واضح ان السفير هو ها تدري تم عندك اسلم جد لا اتكلم واعطي جد المايك طيب احنا نذكركم بوقف اليتيم التابع لجمعيه روم في مكه المكرمه وبما ان السفراء موجودين فيهم الخير والبركه اسلم يا صدصد تكرم يا نواف الله يعطيك العافيه ان شاء الله انا والله ما اتعدى على ابو تركي لكن هذا وقف خير كل يتسابق عليه نذكر المشاهدين ومن يتابعنا بوقف اليتيم في مكة تابع لجمعية روم في رفحة 300 ريال تكفل